حول هذا الموضوع نرحب من واشنطن عبر سكايب بالخبير الاستراتيجي إيهاب عباس. مرحبا بك السيد عباس. رئيس الحكومة العراقية محمد الشيع السوداني أعلن اليوم أن حكومته ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق. بداية، هل يعتبر هذا الإعلان مفاجئا كما تحدث البعض؟ ما هي تبعات هذا الإعلان؟ كيف يمكن أن يترجم في ظل ما تقوم به الفصائل في العراق؟ هل نعتبر أن ما قام به ربما هو للتهدئة مع الفصائل المسلحة؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا التصريحات التي صدرت من السيد السوداني تستقبل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تصريحات ربما متسرعة، مستعجل فيها، لأن من المفترض على الحكومة العراقية أن تأخذ في عين الاعتبار يعني حماية المنطقة الخضراء التي تعرضت لهجمات قبل ذلك، وأن هناك اتفاقات أمنية بين واشنطن وبغداد في إطار وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي العاملة هناك. يجب على العراق أن أو الحكومة العراقية تكون قادرة على السيطرة على هذه الميليشيات وعدم إعطائها الفرصة كي تسيطر هي على المشهد الأمني والعسكري داخل العراق، وهو للأسف ما يحدث. وأعتقد هذا الأمر يعني إدارة جو بايدن ربما تتصرف نوعا ما بلطف مع هذا الموقف من الإدارة الحرية في العراق، لكن في المستقبل إذا ما جاءت إدارة، لنفترض دونالد ترامب إذا ما جاء كرئيس للولايات المتحدة، وهو من الممكن أن يحدث بعد ما يقرب من 10 أو 11 شهر تقريبا، من الممكن أن تتغير تماما كل معطيات المشهد الأمريكي العراقي، يعني من الممكن أن يكون أكثر صلفا، أكثر تشددا، وينفذ هجمات أكثر ضد الفصائل الموالية لإيران داخل العراق والتي تنشط ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي العاملة هناك. الرسالة الشيع السوداني أنا شخصيا أنا أتفهمها، ولكن إدارة جو بايدن من الممكن ألا تتفهم هذا الأمر. أعتقد سيكون هناك نقاشات كبيرة وكثيرة خلال الفترة القادمة لتحديد معالم وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي من عدمه. أنا أعتقد أنها ستظل موجودة بالرغم من مطالبة الشيع السوداني، لأن الأمر بات أكبر من فقط وجودها بسبب العراق، وإنما تعلم حضرتك الحرب الدائرة في إسرائيل وغزة واحتمالية أن يكون هناك تصعيد مع الجانب الإيراني. ربما واشنطن تدرك هذا الأمر جيدا، وأنه لابد أن يكون هناك وجود عسكري لها في المنطقة وأيضا من ضمنها العراق. نعم، أجدد التحية بك ثانية سيد عباس. إذ ما أردنا أن نتحدث على أو بحسب قولك عندما قلت بأنه على الحكومة العراقية أن تكون مسيطرة على هذه الفصائل، ولكن هنالك مختصون يقولون بأنه لا يمكن لجهة معينة، حتى الحكومة العراقية الرسمية لا يمكنها التأثير على الفصائل، على الرغم من أن السيد السوداني رئيس الوزراء العراقي رافض لتعرض القواعد التي تستضيف الأمريكان في العراق لهذه الهجمات. إذن لابد من أن يكون هنالك موقف رادع بدل من الموقف الرافض. ما هو الموقف الرادع؟ يجب أن يأتي من الحكومة العراقية، لأنه الحكومة العراقية ترفض الردع الأمريكي. نعم. فنحن سندور في دائرة مفرغة، يعني لا العراق تريد أن تقوم أمريكا بالرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتها داخل العراق، ولا تريد هي نفسها أو ليس لديها القدرة والإمكانيات للتصدي لهذه الجماعات التي تقوم هي بدورها بقصف الأماكن وضرب المصالح الأمريكية في داخل العراق والمنطقة الخضراء التي من المفترض منطقة خضراء يعني سيطرة مشتركة بين القوات العراقية والأمريكية في نهاية المطاف على ما أعتقد يعني. وبالتالي هذه الدائرة المفرغة يعني نخرج منها بأمرين: إما أن يتحد موقف سيد شيع السوداني مع موقف الإدارة الأمريكية بضرورة التصدي لهذه الفصائل والقضاء عليها، وأنا أعتقد أن هذا سيكون أمرا صعبا، هذا سيفتح جبهة قتال كبيرة على الولايات المتحدة وعلى الحكومة العراقية، أو في المقابل أن يكون هناك استجابة لمطالب الفصائل والوقوف بجانب مطلبها كما هو الوضع الآن من قبل شيع السوداني الذي يعني أكد على ضرورة خروج قوات التحالف. وأنا ذاك أعتقد أن قوات التحالف لن تخرج بهذه السهولة. نعم سيد عباس، دعني أسألك سؤالا مركبا. هناك تقارير دولية عدة تشير
إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة سواء في العراق أو في سوريا أصبحت أهدافا للجماعات المدعومة من إيران. هل نحن أمام مواجهة أمريكية إيرانية ربما مباشرة أو عن طريق الأذرع والوكلاء؟ هذا من جانب. من جانب آخر وبشكل سريع، لماذا لا تنزع الولايات المتحدة فتيل هذه الأزمة بالضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة وانتهاء كل هذا الأمر؟ يعني الولايات المتحدة لم تضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب، هي ذاهبة مع إسرائيل أقصى قدر ممكن لتحقيق أهدافها، لأن فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها سيعني فشل إدارة جو بايدن من خلف إسرائيل أيضا، لأنها ساعدت وسندت إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب وأعلنت أنه لا خطوط حمراء في دعمها لإسرائيل. فبعد كل هذا الأمر وبعد كل هذه الأيام من القتال تقريبا 85 يوما وتضغط أمريكا لوقف القتال، هذا معناه فشل لإسرائيل. نعم. حتى يعني لو كانت إسرائيل يعني للأسف الشديد قتلت ما يقرب من 22 ألف مواطن فلسطيني في غزة، فلا أمريكا ماضية حتى نهاية المطاف إلى تحقيق هذا الأمر. لو تعطيني جست يعني نبذة سريعة عن الجزء الأول من السؤال، لأن بشكل سريع، هل من الممكن أن نشهد ربما حربا ما بين الولايات المتحدة وإيران؟ لا. بشكل مباشر أو عن طريق الوكلاء بسبب استهداف القوات الموجودة في سوريا والعراق بشكل سريع؟ هناك سيناريوهان على ما أعتقد من الممكن أن يتم تنفيذ أحدهما. السيناريو الأول هو أن تظل الحرب بالوكالة بين القوات الأمريكية وأذرع إيران بالوكالة، والسيناريو الآخر هو أن تجر إسرائيل الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران عندما تبدأ في الالتفات إلى إيران بعد الانتهاء من غزة انتقاما من إيران لاعتقادها. نعم. وثبت هذا الاعتقاد لديها أنها خلف ما حدث في 7 أكتوبر. شكرا لك على كل هذه التوضيحات من واشنطن عبر سكايب الخبير الاستراتيجي السيد إيهاب عباسي.